الاشخاص اللي كيدعيو انهم عندهم مباركه وكيديروا ليلات. شفنا مؤخرا واحد الفيديو كيروج ديال احد المشعوذين واللي هما عندهم ميول جنسي. كيفاش عندهم ميول جنسي في الميل؟ عندهم ميول شذوذ جنسي. بنتين. والمشكل بنتين بنتين. المشكل الاكبر انه كينصب على ناس طريقة انه يقدر يحقق لهم الامنية ديالهم، يحقق لهم الاحلام ديالهم، يجيب لهم رزق. والفيديو اللي خطير خطير هو انه سيد تعلب، ما عرفناش تعلب كيف جابوه، بالاخص في خنيفة. شنو رأيك؟ السلام عليكم ورحمة الله. اول حاجة كنحيي بعد المنبر 24، وكنحيي الاخ اللي ورا الكاميرا الله يجزيه بخير، وجميع الصحفيين النزهاء. اتكلم عن الصحفيين النزهاء. تحيه للرجال الرطب ما عندنا ما نديرو بهم. اول حاجه نتكلموا على الشذوذ الجنسي. الى قلنا حبيبي ان هذا يدعي انه كيجبد البركه، واش كيدير البركه؟ واش دابا حيت مازال تفرجش فيه انا اصلا، حيت مشكلتي دابا انا ما مساليش نتفرج في هادشي، مساليش نتفرج فيه، راه عاد نبحث باش نتكلم في هادشي. هذا واش كيدير البركه؟ واش كيدير؟ كيحقق الامنيات. هو كيقول كيحقق، فالذي يحقق الامنيات هو رب الكريم. باش بالدعاء وبالتقرب اليه. كيفاش؟ الله عز وجل يقول في الحديث القدسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وعينه التي ينظر بها، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الأمنية كتحقق. الأمنية والسعادة في الدنيا هي صحتك، أما الأموال فهي إلى زوال. الأموال تسأل عنها مرتين: من أين لك وفيما أنفقت. القضية اللي قلتي لي أن عنده ما كنتكلمش عليه حيت ما كنعرفوش، كنتكلم على السؤال اللي قلتي أنت. الله يهديه والله يرد به والله يرد بالأمثال ديالو. إلا قلنا عنده الشذوذ، عنقولوا أن السيد كيدير الذهب. كيدير الذهب. الذهب كنعرفوا أنه كيدار للنساء. والذهب إلا دارو الراجل وطول معاه، عندنا جوج هرمونات. كاين هرمون الذكورة والهرمون الآخر شناهو؟ الأنوثة. مني عنده الذهب فين غادي يمشيو؟ فين هي الذكورة؟ الرجل فين هي؟ الله أعلم. الهضرة شنو غتولي؟ بنوتي. تبدل. إذا أنت رجل، خلقك الله في أحسن تقويم، خلقك الله سبحانه وتعالى باش تكون راجل. والشباب وعباد الله، خلقك الله باش تكون راجل، باش تكون راجل. خلقك الله العودة، خلقك الله سبحانه وتعالى باش تكون راجل، باش تكون راجل. علاش غادي دير الذهب؟ علاش تقب ودنك؟ علاش؟ إذا ملي نقولوا أن الإنسان كيدير الذهب، أن الإنسان يميل إلى النساء. ترجلوا معنا احنا لاعبين ناقصين أصاحبي، خلوا الأنوثة للنساء والرجل للرجال. ملي نقولوا أن الرجل كيدير الذهب، وأن كما قال الأخ كيدير الليلات، وأن كما قال الأخ تحقق الأمنيات، وأن كما قال الأخ أنه يميل إلى النساء بلباسه، فهذا تلقاك يلبس لنا حتى ملابس النوم، فتلقاك يلبس حتى القفاطة اللي يميل لونها إلى النساء، يعني لقاو حتى أنه كيلبس اللون اللي هو جذاب يجذب الرجال. غادي من علامات الساعة. أحمد، بالنسبة للناس اللي كيشيقوا هذا الشيء، ومن بينهم لأنهم تيقينوا ناس وتعرضوا للنصب، من بينهم الجالية اللي الناس واعيين، ماشي غادي نقولوا ناس راه في أوروبا. لأن الناس قاريين ما واعينش، لأن الإنسان اللي واعي ما غاديش يقول لي واحد غادي نمشي نذبح لك، وغادي نمشي أنا وسيط بينك وبين اللي خلقك بدعوى انني عندي البركه. البركه كتعطى الناس، ما كنعرفها لا انا لا انت لا الاخر، تكون معك واضح الحبيب،
كما قال الله عز وجل الله يؤتي الحكمة من يشاء، ولكن مثلا نقول يؤتي الحكمة من يشاء، واش يعطي واحد تدير ذهب في يديه، يعطي واحد كيلبس لبس ديال البنات، يعطي واحد يميل إلى النساء بلسانه وقوله وكلامه؟ لا، الحكمة تعطى لرجل فيه مواصفات دقيقة في الدين، والحكمة يعطي الله عز وجل لشخص لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ربما عندك أنت، ربما عند الآخر، عند الدري الصغير، عند الشيخ كبير. أما الناس اللي كيتيقوا في هذا الشيء فخصهم مراجعة العقيدة، مراجعة الدين، خصهم مراجعة العقيدة ديالهم وراجعوا الدين ديالهم. لماذا؟ لأنني أنا أجي عندي مثلا مرة تقول لي، نقول لي هاكي أعطيني الفلوس باش نمشي ناخذ واحد التور ولا واحد النعجة ولا واحد كذا كذا، وغادي نديها لواحد السيد وغادي نذبحها بدعوة باش تيسر لك الأمور، هذا راه شرك. بدعوة باش تزوجي، هذا راه شرك. بدعوة باش البيبان ديالك تفتح، هذا راه شرك. هنا تيقول لك هما، حيت انا تفرش في بعض الفيديوهات ماشي ديال السيد اللي كندويو عليه، الله يعفو عليه والله يعفو على الامثال ديالو، كاين شي اشخاص اخرين، لا انا كنديها مثلا لشي ولي صالح كندبحها لله، لا انت راك غادي لواحد البلاصه اللي الاصل ديالها يذبح فيها لغير الله، فكيف انت غادي تذبحها لله وهي في ذاك المكان يذبح فيه لغير الله؟ انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فانا نصيحتي للناس ونصيحتي لهاد الناس هادو اللي كيديروا هادشي، خاصو يمشي يعالج راسو، خاصو يمشي يعالج راسو. اول علاج اللي غادي يعالج ما نقولش يسير عند راقي، لا، سير عند طبيب نفساني، سير عند طبيب نفساني. بعدا حاول انك تغير من الى، فالفلوس اخي لا تزول، والصحه لا تدوم، والاموال لا تطول، فالذي يطول ويزول ويبقى معك هو عملك، إن كان عملك صالحا فهنيئا لك، وإن لم يكن عملك صالحا فتبا لك ولأمثالك. لا إله إلا الله. بالنسبة أحمد، الناس اللي كياكلوا مثلا الحيوانات الميتة كيكون مسحور لهم، الناس اللي كيكون عندهم بحال هذا الشخص هذا، هذا التعلب هذا يقدر يعطيه للناس الآخرين ياكلوه؟ هذا توكال، هذا سحر، هذا سحر مأكول. كيف غادي نمشي ناكل الجيفه؟ كيف غادي نمشي ناكل واحد الحاجه اللي هي اصلا محرم الله عز وجل عند الانياب؟ هذا راه التعلب غير جائز في الذبيحه ديالو في الاكل ديالو. فكما قلت يا الاخ بعدا ان تم الدخول لواحد المحميه، وتم الدخول ان واحد التعلب تهزم ديك المحميه وكذا، فيجب على المياه والغابات متابعة ماشي الشخص، الأشخاص، لأن ما يكونش واحد، يكونوا أشخاص لما وراء هذه العملية هذه، ماشي أي واحد، لأن المحمية اللي كدار فيها واحد الحاجة ما خاصها تخرج، محمية من طرف الدولة، من طرف المياه والغابات، كيفاش خرجت؟ السؤال كيفاش خرجت؟ احنا كنلقاو عيموش ضاربو مش مضروب في الطاكي، القلب ديالنا كيتألم عيموش، فكيف انت تمشي للمحميه وتسرق وكذا وكذا وكذا؟ فانا كاين الطريقه ديال الاستعمال ديالو انا مراكش كيفاش كيديروا، يقدر يوصل لذاك السيد حتى المعده ديالو كيبيعوا السنان ديالو. ما نعاود لك الاسرار ديال السحر، كيبيعوا سنانه، كيبيعوا النياب، النياب كيتعلق هنا. الى استعمل في الاكل فهو حرام، والحرام يؤذي الجسم، الحرام يسبب في الجنون، الحرام يسبب في المرض، يسبب في السرطان، يسبب في التعب الجسمي. فاللي غادي ياكل شي حاجة من يد غير آمنة فالله المستعان، الله المستعان. وأنا صراحة عجبتني واحد منظمة حقوقية دار دعوة قضائية بهاد المشعوذين اللي كيديروا الفيديوهات التشهيريه في تيك توك وفي المواقع التواصل الاجتماعي. انا تواصلت مع واحد من بعض المنظمات، قلت انا ما كرهتش تكون كاع تيك توك وهاد المواقع التواصل الاجتماعي تحيد، لان النشر التفاهه في زمن احب الناس التفاهه. بجد الصراحه، بنت تعطى على الزواج اش عندير؟ مش نقلب على الشريف،
بنت دابا كون كان دابا الانسان بعقله اش يمشي عند واحد بعدا مبنت باش باش يعالج؟ هو مبنت هو خاصو علاج، هو مبنت خاصو علاج، يمشي عند واحد يعالجه. ربما الكلام يتفرج فيه هو واحد اخر واحد اخر واحد اخر فيديو هذا، من يتفرج فيه نقولك ترجل، ماشي حاقد عليك انت كشخص، لا انا ما كنعرفكش، عاد غنشوف الفيديوهات ديالك وما كنعرفش بزاف ديال الناس، لان يعني انا ما كندخلش، انا مركز على العمل ديال الحمد لله. قبل ما تعالج شخص، وقبل ما انك تفتح لي السعد كما كدعون، وبيبال الخير كما كدعي، وتزوج كما كدعي، يجب عليك ان تعالج نفسك. هضر معنا حرش يا صاحبي، هضر معنا حرش، وتكون الرجوله، حنا تنبغوا الرجوله يا صاحبي، الرجوله. ما تزاحمش مع العيالات، ما تزاحمش مع النساء، ما تزاحمش مع الفتيات، كون راجل. واللي كيدير الليله واللي كيدير داك العالم راه كله مريض مسكين، كله مريض، كتحضر الشياطين وكتغيب الملائكه. وتحيه للرجال في مكانه. لا تنسوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.